لما الدولة تبطل موجودة يصطفي كل فريق بحاله. ولكن أنا حتى الدروز رفضت تسليحهم، أنا حتى الدروز رفضت أنه سلم قطعة سلاح، وعروهم كل الحملات والكذب اللي عملوه علي، قطعة سلاح وحدة رفضت سلمها على درزي. توافق على هذه الجملة، أنا أدين السياسة الخارجية السعودية تجاه سوريا؟ أنا ما بجاوبك لإلك على هذا السؤال، لأنه سؤال بعتبره مشبوه واستفزازي منك. لا، أنا بعتبره سؤال بعد كل اللي حكيته بعتبره سؤال مشبوه واستفزازي ومحضرتيه قبل بوقت. أنا لا أقبل منك أنه تسأليني هذا السؤال، ومني تلميذ بالمدرسة، وأنا مني تلميذ بالمدرسة، وأنا إذا هاي الأسئلة بقطع الحلقة وبمشي. إذا سؤال مثل بس تسأليني سؤال مثل سؤال تسألي أي صح، سألتيني وجاوبتك. أوكي، بس أنه بس لنوضح للمشاهدين، مني تلميذ سؤال مثل هل مني تلميذ بالمدرسة؟ طبعا أنا أدنت هذه، أدانت سياسة التسليح، أدانت كله، وما لك حق تسألي هذا السؤال. وإذا حدا معلمك إياه بتمنى أنت منك هيك. لا 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 لا, لا هون بتمنى منك هيك. أنا ما حدا بيعلمني شيء، وأنت بتعرف كثير منيح هذا الشيء، وبتمنى هيك. أنا بتمنى سحب هيدا الموضوع قبل ما كفي الحلقة. أنا مين بده يعلمني أسئلة؟ ما منكفيها بلا. لا بس أنا ما بقبل حدا يجي يقول لي إنه أنا حدا، وأنا ما بقبل حدا يحكيني بهذه الطريقة. بدك ما مكفيها. طيب بس انا بدي ارجع، بس انا اوكي بس انا بدي ارجع، يعني اعملي بريك وانسحب. بس انا بدي ارجع اطرح على المشاهدين وين في غلط بالسؤال لما اجي اقول هل انا ودي انا جاوبتك على سؤال عم بترجعي تقولي لي هل انت كذا كذا، شو الحكي هذا؟ ما انه سؤال، يعني هل فيها اهانه لحضرتك؟ اصلا ما سؤال صحافي، هذا سؤال صحافي مبتدئ. يعني انا بدك، اذا بدك بوقف الحلقه. أنا كمان بعتقد انه ما فيني كفي الحلقه بهيك شكرا لك، بريك من فضلكم. شكرا.